بدك تدفع له ال 24,000؟ مو ليتدبروا معي بالاول الفات؟ يعني عن جد ما معك مطيح؟ يا حسرتي منلي. بس هداك اليوم حسبنا لك المصاري اللي معك بدون اجرة السجاد اطلعوا من فوق ال 25,000. دك سم الموت، منين 25,000؟ ما معي غير اللي زادوا من اجرة السجاد. مطيع اطلع من هالبواب، كاشفتك اللي عن جد قديش بقي معك؟ الفات نبشيني نبشيني اذا بدك، واذا لقيتي معي اكثر من 6,000 خديون. طيب والكيس اللي اخذته من اديبه وين مخبيه؟ حكيت لك عنه؟ تفضل هاي الكيس، تفضل يديه، ويمكن ما بيطلعوا 6,000 كمان. مطيع ليكون المصاري اللي معك قايمون مخبيهن بشي قرنه وحاطط لي شويه بهالكيس. الله وكيلك، ما معي غيره. وبعدين وين بدي اخبي يعني؟ قدموا بيتنا امان، روح حطهم بشي محل يستهدي عليه الرامي يلهفهم ويصرفهم بشي حفله. طيب ومنين بدك تدبر مصاري؟ والله ما لي عارف يا الفات، بس المشكله انه قلبي ناقزني من خليل، حاسس كانه عم يلعب علي، بس رقبتي بايده. مشان هيك فكرت، قلت لحالي ما في غير انه نبيع الغساله الاوتوماتيك بتحل لنا مشكلتنا. اوعك اوعك مطيع، كل شيء الا الغساله، ها انا مالي قدره على الغسيل، بعدين انا ما بامن ابدا لغسيل اديبه. ولك وطي صوتك واهدي شوي. طيب دبريني شو اعمل؟ ما بعرف، بعدين كل شيء الا الغساله، بعدين حتى لو بدك تبيعها ما بتجيب لك 24,000. مزبوط الفت، لا ما بتجيب. لا مشان هيك انا عم بقول لحالي اذا بعنا معها الميكروويف بيطبقوا على 24,000. كمان الميكروويف لا تقرب عليها. شوف مطيع، لاقي اي حل تاني الا هدول الغرضين، خاص نص ما بتقرب عليهم. طيب في حل. شو هو؟ يعني خاف اقول لك عليه تقول ما توافقي. شوف مطيع، اذا عجبني بوافق. منبيع روب العرس تبعك، وقتها كلفنا ما فتح ورزق البستي ليلة واحدة وبعدين نضب. أبدا أبدا، كل شيء إلا روب عرسي، هذا قايمته ذكرى أنا. ولك شو الذكرى المطوية من 30 سنة؟